بيقولوا خلقت الفرص لكي تقتنص على الفور، بيقولوا الفرص السانحة كشروق الشمس إذا لم تنتهزها ضاعت. وكمان بيقولوا اجعل اهتمامك بالفرصة التي تنتزعها وليست الفرصة التي تمنح إليك. صباح جديد وإشراقة أمل في تحمل في طياتها المزيد من الفرص الرائعة. صباح الأمل مشاهدينا، مشاهدين قناة الصحة والجمال، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من الموسم الثالث من برنامج بيقولوا. هكون معاكم أنا أحمد وافي ولمدة نص ساعة من الساعة 11 ونص الصبح، وهيكون معايا شيماء محمود. أهلا بيك يا شيماء. أهلا بيك يا أحمد، صباح الخير. وريهام الصرفي. أهلا يا أحمد، صباح الخير. صباح الخير يا أحمد، وصباح الخير صباح يا ريهام، وصباح الخير والسعادة والجمال على كل مشاهدينا. النهاردة موضوعنا مهم أكيد، مين فينا ما يقدرش ينسى دور الفرصة في حياته، وقصص كتيرة بتكون على الفرصة، صح يا ريهام؟ صح. خليني الأول أصبح على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال، وتعالوا أحكي لكم حكاية. في عهد ملك من الملوك القدامى كان في سجين محكوم عليه بالإعدام، ومفترض أن الإعدام ده هيتنفذ في اليوم التالي. دخل عليه الملك بنفسه وقال له أن أنت الزنزانة اللي أنت محبوس فيها دي موجود فيها مخرج واحد ما عليهوش لا جنود ولا حرس، ولو لقيت المخرج ده هتكون فرصة أخيرة أن حكم الإعدام ما يتنفذ فيك، لكن لو ما لقيتوش للأسف هيتم تنفيذ حكم الإعدام فيك في اليوم التالي. طبعا السجين فضل يدور في كل ركن وفي كل زاوية من الزوايا علشان يلاقي المخرج، عايز ينقذ حياته طبعا بأي شكل. لكن بعد تدوير وعناء ولف السجين يأس واستسلم، وهو قاعد مستسلم دخل عليه الملك وقعد يضحك من استسلامه وقال له أنا كنت سايب لك باب الزنزانة مفتوح على مصراعيه ولا عليه حرس ولا جنود، وقال له تعلم أن تولي الفرص السانحة فرصة من تفكيرك ولا تقتصر عن التنقيب عن الفرص المختفية دائما. مين فينا ما بيحلمش بفرصة، ومين فينا مش مستني لحظة يستغل فيها كل إمكانياته وكل مواهبه علشان خاطر يوصل للي هو عايزه. لكن السؤال المهم اللي احنا بنسأله وبنسأل السادة المشاهدين هو ممكن يكون فعلا في فرصة قدامي وانا مش شايفها، وممكن يكون في فرصة وانا مش عارف استغلها؟ إجابة السؤال ده هنعرفه لكن بعد الفاصل، استنونا. ورجعنا بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم حلقتنا. أفكركم بموضوع الحلقة اللي بنتكلم فيها عن الفرصة، حلقتنا النهاردة عن الفرصة، وبفكركم كمان بسؤال حلقتنا اللي كان قبل الفاصل، هو إن الفرصة اللي موجودة قدامنا ممكن نكون مش شايفينها حقيقي، وممكن بناء على كده ان احنا ما نستغلهاش. إجابة السؤال ده تتوقف على ان احنا اصلا نعرف ايه هي الفرصة وايه هي تعريفها ومعناها ايه. الفرصة هي الوقت المناسب اللي انا بستغل فيه امكانياتي وكل حاجة عندي ان انا احقق بيها احلامي. الفرصة لو ضاعت مش دايما بنعرف نرجعها تاني، زي ما قلنا زي شعاع الشمس او زي نور الشمس اللي بيروح صعب ان هو يرجع. انتهاز اللحظة المناسبة والمهمة في حياة كل حد فينا دي نقطة مهمة جدا. وكمان ما تنسيش يا شيماء ان الفرصة هي وسيلة لتحقيق الهدف. وطبعا الفرصة ما بتجيش لأي حد ما عندوش هدف، فلازم يبقى عندك هدف الأول عشان تقدري تحققي أو تستغلي الفرصة اللي بتجيلك. في ناس طبعا ماشية في الحياة دي بطريقة عشوائية، ما عندهمش هدف حقيقي في حياتهم، فطبعا بتجيلهم بعض الفرص العشوائية اللي حتى لما بيستغلوها بتبقى فرص وهمية ما بيقدروش يستغلوها الاستغلال الصحيح. لكن خلي بالك ان الفرصة الحقيقية مقرونة بالسعي، ففي ناس ما بتسعاش اصلا لان هم ما عندهمش هدف عشان يحققوه. وعلى سبيل المثال القصة اللي ذكرتها ريهام، السجين فعلا ما كانش كان عنده فرصة انه يهرب، لكن هو ما سعاش اليها السعي الحقيقي. بالظبط يا احمد. وخليني اضيف كمان حاجه من خلال تعريف شيماء للفرصه. شيماء قالت ان الفرصه بتيجي، ممكن تيجي وتروح في ثانيه، يعني هي بتيجي بدون مقدمات، وده يخلينا نبقى دايما في حاله سعي. طول ما انا عندي هدف لازم يبقى مقرون بسعي، طول ما انا بسعى
كل يوم خطوة بتقربني من هدفي لتحقيق فرصتي. لما الفرصة تيجي في الوضع ده هتكون انت عندك استعداد كامل بيها. طول ما انت بتسعى انت في وضع استعداد دائم لاقتناص الفرصة اللي ممكن زي ما شيماء قالت ما تجيش غير مرة واحدة. وعلشان كده بيقولوا ان الفرص تأتي مقترنة بالعمل الشاق، لذا معظم الناس يفوتون الفرصة. اكيد الفكره بقى يا ريهام، يعني اللي احنا بنسال فيه، هو وارد ان انا زي ما انت قلتي ان انا اسعى واجتهد واعمل اللي عليا واحاول، وفي نفس الوقت برضو ما اعرفش اوصل لفرصتي، ولو وصلت لفرصتي بعد السعي ده ممكن اكون موهومه او بيتهيأ لي او ان انا كنت فاهمه غلط. اوقات كتيره احنا بنسعى في الطريق الغلط، واوقات كتيره اللي احنا محددينه في ناس بتستغله، في ناس بتستغل احتياجك لفرصه معينه وبتعمل ايه بقى، بتديلك احلام في اوهام، يعني بتقول لك كلام مش حقيقي خالص وبتعيشك الوهم، وهم ان انت تكون في الفرصه وهي ما بتبقاش فرصه حقيقيه. في ناس استغلت ده، وده يخلينا نعرف ان هو يعني الفرصه الوهميه والفرصه الحقيقيه والفرصه الذهبيه زي ما بيقولوا. هو فعلا موضوع الفرص الوهميه دي موضوع خطير جدا. في ناس كتير بتستغل حلم الشباب ان هم يبقوا حاجه معينه، زي ان هم يحلموا يكونوا مذيعين او مذيعات، وبيوهموهم بفرص وهميه، وبالتالي ان الشباب دول بيفشلوا في الموضوع اللي هم كانوا عاملينه، وهم الناس الثانيه بيتصرفوا او بيستغلوا الموضوع استغلال مادي، ولكن الشباب هم اللي بيخسروا لان هم بيفشلوا، ما بياخدوش تدريب كويس، ما بياخدوش امكانيات كويسه، فبالتالي الموضوع بيفشل معاهم وهم اللي بيطلعوا في الاخر خسرانين. اكيد بالظبط يا وافي، يعني لما تتلاقى احتياجاتك مع الهدف اللي انت محدده وتلاقي الفرصه متاحه، اعرف ان دي فرصه والفرصه دي ما ينفعش تضيعها. خلونا نطلع فاصل ولسه كلامنا ما خلصش، استنونا. الفرصه لا تاتي مرتين، علشان كده لازم نتعلم ازاي نستغل الفرصة لما تيجي قدامنا وما نسيبهاش نضيع، ما نسيبهاش تضيع بالتردد، او لان احنا مش جاهزين، او لان احنا في حالة تردد، استنى الفرصة اللي بعدها، استنى يمكن الفرصة دي مش قد كده. الفرصة اللي تجيلك لازم تاخدها على طول، ولازم تتعامل معاها بذكاء وفكر متفتح عشان تعرف تتعامل مع ظروف الفرصة، لان كل فرصة كمان ليها ظروف مختلفة عن الفرصة اللي قبلها. خليك دايما في حالة استعداد وتأهب، ولازم يكون عندنا فكر مرن متفتح نقدر نتعامل بيه مع الفرصة، ولا ايه رأيك يا شيماء؟ اكيد يا ريهام، زي ما قلنا القصة في البداية، هو الباب كان مفتوح لكن هو قال له في باب سري، وابتدى يدور على الباب السري ونسي ان الطريق اصلا قدامه على مصراعيه، وان هو سهل جدا يحقق اللي هو عايزه. ويمكن المشكله اللي بيقع فيها ناس كتير ان هم اصلا مش محددين هم عايزين ايه، يعني كتير مننا بيبقى بيحلم ولكن مش محدد خطواته، مش محدد الحاجه اللي مستني الفرصه تحصل فيها. ويمكن تحديد الهدف وتحديد الحلم وانتظار الفرصة المناسبة، ومش بس انتظار الفرصة المناسبة، ده انتهازها واقتناصها زي ما بنقول. وكمان ان التفكير يكون مرن، يعني هو لو كان فكر في أبسط حاجة كان لقى المخرج بتاعه، لكن هو فضل يدور ويدور على الحاجة الصعبة. عشان كده لازم التفكير يبقى فيه مرونة حسب الظروف والفرص. يعني هو لازم التفكير، وتاني حاجة أنا مش شرط أن أنا أستغل الفرص اللي بتجيلي، أنا المفروض أدور وأسعى للفرصة عشان أنا أحققها، وأخلي من الفرص العادية جدا اللي ممكن أي حد يقتنصها، ممكن أخليها فرصة عظيمة، لأن أنا بحقق فيها حلمي وبحقق فيها الهدف اللي أنا عايز أوصله أصلا، لان لو انا ما عنديش هدف مش هقدر اقتنص الفرصه. اكيد انت عارف، يعني احنا بمناسبه الايام اللي احنا فيها دي، يمكن عدت علينا بقالنا كام يوم الوايت فرايداي والجمعه البيضاء، والناس بتنتهز الفرصه وتجري على الحاجات اللي عليها عروض وتخفيضات علشان تشتريها. من هنا فكره الفرصه ان هم عارفين هم عايزين يعملوا ايه، محددين الحاجه اللي هم عايزين يشتروها ومستنيين اللحظه اللي هيبقى فيها فرصه يقدروا يشتروا الحاجة اللي هم عايزينها. ومن هنا فكرة ان انا احدد احلامي واحدد هدفي علشان اقدر استغل الفرصة اللي جايه لي. بالظبط،
طالما حضرتك طالما انت محدد هدف ليك، يبقى هتقدر تستغل الفرصه وهتقدر تخلق لنفسك الهدف اللي انت عايز تحققه، اللي هو اصلا كان حلم في الاول. طالما انت بتحلم يبقى هتحقق، ويبقى ليك هدف، يبقى هتقدر تحقق هدفك وهتقدر فعلا تستغل الفرص. تمام يا وافي، طول ما انت محدد هدف انت عينك على هدفك، عينك على هدفك ومستني الفرصه تيجي علشان ما تضيعهاش من ايدك. لكن لو انت اصلا عايش بدون هدف هتسعى لايه؟ ولو الفرصة جت هتعدي من قدامك مرور الكرام، وبعد سنة سنتين ممكن تندم وتقول يا أنا لو كنت خدت الفرصة دي كان ممكن بقيت دلوقتي في مكان تاني. كان ممكن ولكن فاتت عليه خلاص. ده يخلينا نلجأ أو نروح لفكرة الندم. في ناس بتندم وبتزعل جدا إن هي ما وصلتش لحاجة معينة أو ما انتهزتش الفرصة، ولكن بيتولد جواهم إحساس الإحباط واليأس، وبيحسوا إن أنا خلاص فشلت، الفرصة دي ضاعت، مش هعرف إن أنا ألاقي نفسي. في حين إن هم التكرار في السعي، وإن أنا يعني أقول لا للفشل، أنا ضد كلمة فشل، في حاجة اسمها إن أنا تجربة وعدت عليا وأنا اتعلمت منها وخدت منها خبرة علشان لما تجيلي فرصة تانية أقدر أستغلها. الإحباط واليأس ده بيضيع من الواحد حلمه، بيضيع من الواحد فرصه، بالعكس ده ممكن يدمره تماما ويخليه لا هو قادر يوصل لهدفه ولا هو قادر يشوف فرصه في الحياة. ما ينفعش أبدا إن احنا يبقى عندنا إحباط، حتى لو جات لنا فرصة وفاتت مننا احنا لازم نستنى الفرصة الجاية ونكون مستعدين لها أكتر من الفرصة اللي قبلها. لو فاتتني فرصة فأكيد في 100,000 فرصة جاية، ما ينفعش إن احنا نضيعها، ولازم نفضل في حالة سعي دائم ومستمر علشان نحقق هدفنا ونوصل لحلمنا، ولا إيه يا أحمد؟ أكيد طبعا، بس عايزين نتكلم في نقطة مهمة، هي إن احنا نتقبل الفشل. هل لو الواحد جات قدامه فرصة واستغلها بس ما قدرش ينجح فيها، هل المفروض إن أنا أقعد أعيط جنب الفرصة اللي ضاعت، ولا أتعلم منها عشان أقدر أشوف الفرصة اللي بعديها؟ اتفقنا مع بعض واتفقنا مع السادة المشاهدين، ما فيش حاجة اسمها فشل. أنا ضد الكلمة الفشل ده، معناه أن أنا جربت 20,000 محاولة وخلاص زهقت ووصلت المرحلة. ما فيش زهقت، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. ما ينفعش ان احنا نيأس يا جماعة، احنا طول ما احنا عايشين وفينا نفس لازم نفضل في حالة سعي دائم. الفرصة لما تيجي انا مستعد لها، ما جاتش برضو مستنيها ومستعد لها. انت عارفة يا ريهام ان احيانا الفشل اللي بيقولوا عليه، اللي انا مش وافقة على الكلمة، انه ممكن يكون احباطي في عمل معين او في فرصة ما عرفتش استغلها، دي البداية الحقيقية للنجاح الحقيقي. طب احنا نحط تعريف بلاش، انت معترضة على كلمة الفشل، طب نحط ايه؟ يعني عدم النجاح، عدم توفيق. عدم يعني التوفيق. انا دلوقتي ما وفقتش في حاجة معينة، او يمكن في نقطة مهمة كمان، انا مستنية فرصة في طريق غلط مش طريقي، دي مش بتاعتي، جايلي انا حاجة تانية احلى انا مش شايفاها، علشان انا ندمان على حاجة ضاعت مني، في حين ان انا مستنية فرصة اكبر واحلى، بس انا عيني خلاص شايفاها ضيقه، فلا انا وسع الفكر. نرجع لقصه، ده ينطبق عليه المثل اللي بيقول نوسع فكرنا. لا كمان بينطبق عليه المثل بيقول لا تبكي على اللبن المسكوب. أيوة. ما اقعدش اعيط وادور على الحاجه اللي ضاعت مني، لازم ابص قدامي، لازم اشوف اللي ضاع مني خلاص انساه ورا ظهري، اشيله من فكري ما يحبطنيش، ابتدي ادور واسعى في كل اتجاه وفي كل مجال علشان في الاخر اوصل للهدف اللي انا بحلم بيه. وكمان لازم يكون عندي مرونة في تفكيري، ذكاء في التعامل. صحيح. مع الفرصة. اليأس ده مش موجود، مش موجود في قاموسنا. ببكي على اللبن، تخيلي حد مثلا ده منه لبن قاعد بيعيط جنبه، طب لا نقوم نشوف حد تاني يشتري منه، نشوف المشكلة فين أصلا اللي حصل، لكن هفضل أعيط طول الوقت على حاجة اللي ضاعت مني، مش هبقى نفسي ومش هعرف ألاقي فرصة حقيقية، فرصة أنا استاهلها بجد. طيب الفرصة الحقيقية دي، هل هي مثلا لو انا فشلت او عدم توفيق او ما نجحتش في الفرصه دي، مش يمكن انا مش موهوب في المنطقه دي، او محتاج اتدرب شويه، محتاج اثقل موهبتي شويه؟ انا في الحاله دي شايفه ان هو زي ما انت قلت يثقل موهبته لو هو مصر على الهدف ده، يعني لو هو شايف ان ده الحاجه اللي نفسه فيها لازم يحاول يتعلم يثقل موهبته، لو هي حاجة فيها موهبة، لو هي حاجة محتاجة كورسات ليه ما اخدش وليه ما سعاش وليه ما نميش نفسي وما نميش موهبتي لحد ما تجيني فرصتي واحقق اللي انا عايزه. لكن زي ما انت بتقول يا
توافي ان بعد فتره ممكن الواحد يضيع سنين في حاجه وهو فعلا يكون مش موفق فيها او تكون هي مش فرصته؟ في الحاله دي المفترض بقى يعمل ايه من وجهه نظرك؟ انا برضو شايف ان هو لو زي ما انت بتقولي ان هو ياخد كورسات، طب ما هو ممكن يكون بيسعى او بياخد الكورس في المكان الغلط. غلط صح. مكان مش حقيقي. مؤهل او الناس اللي فيه مش مدربين انه يديله معلومات صحيحه تقدر تاهله، زي ما احنا قلنا في الاول الناس اللي بتتاجر باحلام الشباب كتير اللي هي بتاخد منهم اللي هي بتاخد منهم مقابل مادي عشان تخليهم مذيعين او يخليهم ممثلين. لو بصيتي دلوقتي على الفيسبوك تلاقي ان بعد المسلسلات بتاعت رمضان تلاقي صفحات كتير باسماء الممثلين وكل واحد فيهم بيكتب احنا عايزين اشتركوا معانا عشان تبقوا ممثلين. ده في حد ذاته استهلاك للمواهب. ممكن يكون فعلا الناس عندها مواهب فبتروح تقدم في الطريق الغلط. ما هو ده بقى اللي احنا بنقوله وهنرجع نعيده وهنرجع نزيده. الاول انا اعرف انا امكانياتي ايه، وقبل ما اعرف انا امكانياتي ايه انا احدد انا عايزه ايه، يعني المجال اللي انا عايزاه او اللي انا بحلم بيه حلمي ايه، وبناء عليه ابتدي اذاكر واشتغل وعلي من نفسي واقرا كتير واسال الناس اللي حواليا، اسال اهل الخبره، اسال الناس المتخصصه، الناس اللي فاهمه، بس مش اي حد اساله، اسال الناس الثقه اللي انا واثقه ان كلامهم معايا ونصيحتهم ليا حتى لو قالوا لي لا مكانك مش هنا مكانك في حته تانية، يبقى هو ده الكلام مسلم بيه. يبقى الاول ان احنا نعمل ايه؟ خلينا نحفظ مع بعض. خليني في النهايه اقول ان احنا لازم ننتهز الفرص العاديه ونحولها لفرص غير عاديه عشان نقدر ننجح ونقدر نستفيد من الفرص اللي قدامنا. وزي ما بيقولوا الفرصه بنت جميله راكبه عجله بدال شعرها بيطير قدامها بيداري علينا جمالها، والعاقل لو يلحقها يتبدل بيه الحال. دمتم بخير. للأسف حلقتنا خلصت، نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.